التحديات اللي يواجهها عالمنا اليوم بتزيد بشكل مستمر، وفي مقدمتها قضية تعزيز الأمن الغذائي وربطها بالعمل المناخي. ولهذا السبب يجب تعزيز التعاون العالمي لمواجهة هذا التحدي، لنرفع قدرتنا على تحقيق هدف التنمية المستدامة في القضاء على الجوع حول العالم بحلول 2030. والتحدي هنا أن الزيادة المطلوبة في إنتاج الغذاء إذا تمت بالطرق التقليدية ستشكل ضغط هائل على مواردنا الطبيعية وتسرع وتيرة التغير المناخي. فلذلك اليوم وغدا ضمن أعمال الدورة الأولى من قمة مستقبل الغذاء في أكسبو 2020 دبي، واللي بيشارك فيها وفود وزارية دولية ونخبة من القادة التنفيذيين وصناع القرار والخبراء، سنعمل على استكشاف حلول ابتكارية جديدة لتحديات الأمن الغذائي والتحول نحو أنظمة غذائية مستدامة وذكية مناخياً. وخلال القمة أطلقنا حملة الغذاء من أجل الحياة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجمعية الإمارات للطبيعة والصندوق العالمي للطبيعة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، وهي أول حملة تفاعلية من نوعها لتوعية الناس بعلاقة الصحة بالتغذية، بأهمية الوجبات الغذائية الصحية. الكل منا له دور في تعزيز نظمنا الغذائية من خلال خطوات بسيطة، منها دعم المنتج المحلي.